الكاميرا دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين يا رب تكونوا بخير. انا عمر وانا يوسف المنان ومعانا يا جدعان. النهارده يا جدعان احنا اجتمعنا احنا الثلاثه علشان نعمل مقلب على اخويا طرش موت ممنوعات يا صاحبي، حاجه كده من الفخر للاخر. فخر للاخر جورج يرديح صح. ماشي النهارده يا جدعان احنا هنعمل مقلب فعالي وربنا يستر وما يكونش رده فعله غشيمه علينا عشان علي مجنون وبيتعالج والعلاج مش جاي معانا. وفكره المقلب ده تعالى انا اللي عاملها مش عمر، فاحنا على اللي احنا هنعمله فيه ربنا يستر. بص هخلي قلبك قاعد في رجلك بعد كده نردوا لك. هو الساعه كام معاك دلوقتي؟ الساعه دلوقتي كام؟ الساعه دلوقتي يا جدعان 10 و10، فهو المفروض دلوقتي ان هو هيخرج هو ميعاده 10 فهو كده اتاخر، فخليكم معانا وشوفوا ايه اللي هيحصل. ماشي يلا سلام. بصوا بقى يا جدعان دلوقتي الساعه بقت 10 وربع وعلي ميعاده يبقى في الشارع الساعه 10. بس ايه الحياه يا يوسف ده؟ هو خرج اهو معانا ومعانا يا جدعان يحيى ورا الكاميرا. يحيى هات الكاميرا. يلا ماشي يلا هات الكاميرا وتعالى ورا. بصوا اهو يا جدعان لسه مخرج السناده الحمراء دي، هتلاقوه بيزق الموتوسيكل دلوقتي وطالع. تعالى هات كده ماشي. دي جايه ايه؟ فهمنا يا يحيى فوق كده الكلام، خليك مفوق وبتاع واعمل زوم، بس اهم حاجه اوعى يشوفنا عشان لما يبص هو اتاخر. نروح نبص عليه وهي تعالى معانا. اعمل زوم عليه اعمل زوم عليه. الرهينه طلعت والمكنه ديت لسه جايبها جديده، يعني لسه ما لها نمر، بس ربنا يستر عليك يا عم علي وما تضربناش وتفضحنا يا رب. اوعى يشوفك اوعى يشوفك. ماشي ماشي يا عم ماشي. استنى نروح ندوب العربيه ونرجع لنا بقى. هو دلوقتي خلاص طلع الموتوسيكل فاحنا هنستناه في العربيه. ده ساعه العربيه، فهو كده كده هيبقى مستنى، بس احنا مش عايزينه يشوفنا. تعالى يحيى لف لفه كده بسرعه بسرعه. افتح الباب جرينا منه يا جدعان ورب ما يكونش يا رب يا رب كده. فهمني كده يا جدعان احنا واقفين ايه بقى مستنيينه؟ هو جدعان لازم يمشي من هنا من قدامنا، اول ما يمشي من قدامنا هنمشي وراه وشوفوا ايه اللي هيحصل. يا جدعان بصوا احنا قاعدين بقالنا بتاع 5 دقايق وبيسخن في الموتوسيكل وبيمسحه وبيروح. هو جاي هو جاي هو جاي. هات الشوت بسرعه بسرعه. عامل زوم زوم زوم. هو جاي هنا كويس ماشي بيديني. اوعى اوعى بس يشوفني. خلاص ماشي كده كده العربيه يا ابني خيمه مش شايف. ده حمار ده مؤاخذة عالية. لف يلا يا يوسف لف يلا يا يوسف بسرعة يا يوسف بسرعة يا يوسف مش عايزين نخرج. احنا ما نلزقش فيه بقى احنا ما نلزقش فيه. سيبوه سيبوه يمشي براحته. بص سيب الفريسة تقع في الفخ. اشغل لك اغاني واروح لك على نفسك. سامحنا يا اخويا سامحنا سامحنا. اوعى يقلب منك والمقلب يبوظ. احس ان انت عمر علي ولا انت علي. اوعى يشوفنا بالله عليك. اوعى 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 الزبون هو بيسلم على مين؟ اجري يا يوسف اجري يا يوسف. اوعى بس يشوف اوعى يشوف. اهم حاجه من السؤال للواحد يدي انتظار وهو ماشي عشان طالما احنا من هنا. ايوه الواد ده الواد ده يا جدعان اختراع الواد ده اكتشاف. بس هو شكله عند اللبان ينفع عند اللبان. هو كده ينزل شكله عند اللبان يجيب حاجه. يوسف فرصتنا جت يا يوسف. يلا يحيى امسك يا يحيى. بس 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 وقف 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 كده. بقول لك الازاز ده متفايم صح؟ اه ارفع ازازه بس كده مش هو كده شكله هينزل يجيب حاجه من السوبر ماركت. بس الكلام خلص. يلا 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 عمرو يلا بسرعه بسرعه بسرعه. يلا انا داره جاي ورا منك اهو. يلا يلا خليك معايا النسخه الاحتياطيه اللي انا عملتها امبارح. يلا بسرعه قبل ما يجي. اركب اركب امسك جامد امسك جامد. ماشي حلو قوي كده يا اسطى. انا زعلان على اخوك يا اسطى.
بصوا بقى يا جدعان، احنا دلوقتي هنروح نستخبى في العربيه زي ما كنا عشان نجيب رد فعل وهو جاي ونشوف هيعمل ايه. يلا طيب تعالى يحيى معايا اجري بسرعه. بس ممكن عايشين حرارة على طول كده. تمت المهمة بنجاح، هنشوف ردة فعله. يا عم ده جه جه اهو صور ردة فعله. الراجل المجنون ده يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا جدعان. بس انا بعمل حاجات كده، الكاميرا كده وريني 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 وريني. استنى استنى امسك امسك استنى، انا عايز اجيب ردة فعله كده. ده هو شكله متصل بابوك ولا ايه؟ ولا بيرن عليك؟ بيرن عليك؟ لا هو مش عايز صوت. الو الو ايه يا ابني؟ انا نايم. ايه يا ابني انت فين؟ انا في البيت نايم في حاجه ولا ايه؟ انت خدت المكنه؟ المكنه بتاعت الحلاقه على الرف. خدت مكنه فين؟ لا مكنه في ايدك دلوقتي يا عم. المكنه بتاعتنا بوكسر. بوكسر يا عم؟ بوكسر في الدار جنب المكنه بتاعت الحلاقه. مش وقت اتسرق دلوقتي يا عم، المكنة اتسرقت. انت ليه؟ معلش انا كنت عامل مش سامع. عم ايه؟ خدت المكنة؟ مكنة مكنة ايه؟ انا حرام من لو طلع مقلب يا عمر لهديك علقة يا ابني. انا نايم، انت اتصلت عليا مقلب ايه؟ انا نايم. مكنة انت بتأثر، انت اللي بتعمل مقلب يا عم صح؟ طب تعالى لي دلوقتي بقى بسرعه عشان المكنه مش لاقيها. تعالى لي دلوقتي انت فين؟ طيب بسرعه عشان ابوكم مش هيدخلنا البيت بسرعه. انت فين؟ طيب 25. تعالى لي يا عم. اقوم من تحت. يلا يا عم سلام. هترد فعله دلوقتي يا جدعان. بص يا لهوي، هو مش هيعرف يبص علينا يا ابني. العربيه يا ابني، عربيه امن دوله يا ابني. يلا يوسف، هنروح كده فاهم من جنبه كده كده الازاز متفاهم، هو مش شايفني. بسرعة بقى بسرعة. على مهلك على مهلك. بس 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 بس. بصوا يا جدعان، دلوقتي احنا مشينا بالعربية من جنبه والحمد لله ما خدش باله، بس احنا هنجيله فاهمين يعني، مش هنخش عليه كده بالعربية اللي هو عشان احنا دلوقتي واقفين، مش هينفع نمشي قدامه خطوة يبان ان احنا ده مقلب. فاحنا كأننا جايين بالعربية، اقول له انا كلمت العيال وبتاع في ايه. فاحنا كده يا جدعان بس هنقفل الكاميرا واجيب لكم لحظه الوصول عنده كده ونجيب رد فعل. خليكم معانا ما تروحوش في اي حته. بصوا بقى يا جدعان، احنا قربنا عليه، مش عايز ضحك، مش عايز هزار عشان ما يعرفش ان ده مقلب. بس ماشي يحيى، مش عايز اقول له احنا جينا اهو، نازل لسه اعرفه اللي انا ليك بالعربيه. ماشي ماشي ماشي. ايه جاي لك اهو، نلف وجايين، هنلف هنركن وجايين لك. خش هناك. انت بتهزر ياه؟ خش انزل انت يا يحيى، تعالى معايا. يا ابني على مالا وشينا في ايه بقى؟ انتوا بتصوروا لي يا عم؟ الكاميرا مفتوحه عشان يبقى معانا اثبات اما نروح نعمل محضر لا قدر الله. لو المكان كان هيتسرق يبقى معانا ده عيل العلم بيعمل فينا مقلب. انت بتعمل مقلب لسه بتصوروا؟ طب نزلنا يا اسطى في الحر ليه؟ يا عم مش بنهزر، انت اللي بتهزر. طب تعالى شوف طب الكاميرا دي شغاله ولا حاجه. شفت الكشك ده؟ شفت الكشك ده؟ شفته يا عم؟ ما تهزرليش. تعالى اطلع الشقه دي وانا مش عارف. يا جدعان المكنه مش معاكم؟ استنى انت ايه اللي حصل؟ احكي لنا ايه اللي حصل. مش جاي معاك التسويق ده يا جدعان، انتوا بتشتغلوني؟ يلا نمشي يا عم، ده بيعمل مقلب. يلا يا عم، يا عم انت بتهزر ليه؟ بس المكنه يا اسطى اهم حاجه، المكنه. انت تعالى شوف هنتصرف ولا هنعمل ايه؟ تعالى شوف تضحك وبتاع. الواد ده بيعمل مقلب. انا قلت لك مالكش دعوه والله العظيم ما بضحك عليه. طب ايه اللي حصل؟ احكي لنا. انت نزلت سبت المكنه يا عم؟ انا سبت المكنه هنا ولقيت سوبر ماركت، قلت اجيب ميه ولا اي حاجه اشربها وارجع تاني، وربنا ما الاقي المكنه اهو. يا علي بتعمل مقلب ولا لا؟ ما بهزرش والله. انتوا بتضحكوا يا جدعان. وماشي براحتك يا اسطى. احنا اللي بنضحك على دي. انت منزلنا في الحر يا اسطى دلوقتي، واخدين الموضوع هزار. انت بتتكلم بجد؟ بتعمل مقلب يا جدعان؟ ما تهزروش. انا كده هتسيب باللوست 10 وهيشوفها ايه يا جدعان. ما تهزروش يا جدعان. يا جدعان المكنه معاك. استنى بقى، هو هي كلمه واحده يا جدعان، المكنه معاكوا؟ لا انت بقى معاك، انت بتعمل مقلب فينا. احكي لنا طب ايه اللي حصل؟ انت رحت المشوار اللي انت قلت لي عليه امبارح؟ انت بتقول انك رايح مشوار الساعه 10 مش شغاله يا عم ولا لا؟ مش عارف، هنشوفها هنشوف. انت كنت رايح مشوار، ايه اللي حصل بقى؟ مش ميعادك 10؟ طب دي مش شغاله. في اي كاميرا هنا يا اسطى؟ احكي لنا. خد خد تعالى احكي لنا ايه اللي حصل. طب انت رايح مشوار، ايه اللي جابك تحت؟ ايه اللي جابك تحت؟
يا عم انا ركنت المكنه هنا ولا خد بالك احنا لو رحنا يا عم والله العظيم ما بعمل لو رحنا بالفيديو ده نعمل محضر احنا اللي هنتحبس هو بيهزر وبيعمل مقلب يا جدعان والله العظيم ما بعمل مقلب يا جدعان يلا يا اسطى روح الاسم يا اسطى طب ايه اللي حصل ايه اللي حصل بالروح يلا انا قاعد اقول كل شويه يا عم ده سوري يا عم ده انا قاعد اقول كل شويه يا جدعان طب ايه اللي حصل المكنه ركنتها هنا قلت هجيب ميه واجي مش لاقي المكنه فين دلوقتي مش لاقيها انت إيه بتهزر معايا وعامل مقلب قول طب بص اللي هيمشي دلوقتي ايه يوسف هيجيب العربيه عشان ليه المكنه طب يلا يا اسطى هيروح يجيب العربيه لا هيروح يجيب العربيه بص هيروح يجيب العربيه عشان نجيبها ونطلع على الاسم نعمل محضر ماشي يا جدعان ايه ده وفي ايه يا لهوي ايه ده روح يوسف بسرعه يا يوسف تعالى العربيه جري اطلع على اسم اول بقى تعالى كده عشان انا حاسس ان بص علي بيهزر انا حاسس ان انت بتقفق ميه يا عم انت نشفت رقنا بقول لكم يا جدعان يا سياده الباشا اللي بتشوف الفيديو الواد ده بيضحك علينا الواد ده عامل فينا مقلب طلعتوا بتهزروا وربنا يا عمر ما حلك يا ابني ولا يوسف ولا يا جدعان هو بيكلمنا انزلوا لي انا المكنه تعالى لي انا المكنه يا عم احنا نايمين في امان الله يعني انا اصحى اعمل فيك مقلب انت اللي بتعمل مقلب لو طلعت بتعمل مقلب على انا هموتك تعال انا على ابوك انا هموتك لو طلعت بتعمل مقلب بس كده عشان احنا صاحيين من النوم نازلين لك جري من النوم يا عم بتعمل مقلب انت بتضحك ليه طب انت اللي بيخليك تضحك انا شاكك ايوه يا عم عشان احنا مش مصدقين انا بضحك وربنا انا بضحك عشان على ضحكك كان لغايه اخر لحظه مفكر ان المكان لسه معايا كان عادي يا ابني انا جاي يا معاكم مش انت معانا منين يا حبيبي مش هو على كلامه بيقول ان هو اتحرك بقى الصبح ايوه صح ولا غلط صح. يعني هي كانت معاك يا انا بقى خدتها ازاي قول عامل مفتاح احتياطي مثلا ده كل شبحك اتحرك من على السرير مفتاح احتياطي انت لما نزلت رحت السوبر ماركت عملت ايه يا ربي نزلت المفتاح في الموتوسيك يا عم لا والله بص المفاتيح هي معايا لما تبع على المكنه دي افرق ابو الكاميرا دي يا عم انا بيه يا عم ولا يقرب لي استعبط علي يلا يا بنت يلا قلت يا عم فلوس قطعه دي ونسى هتجيب لي حاجه انا اكتر واحد وبنزين وعربيه وسرقنا المفتاح من الحاج عادل بنعتذر للحاج عادل بنعتذر للحاج عادل لو احنا خلصنا البنزين بتاعه انت اخونا الكبير يا عم انت اخ كبير ليه اخونا الكبير وراح فين يلا يكون بيجيب طوبه ولا حاجه الحمد لله انا ما اتضربتش خالص عشان يا اسطى انت بتهزر يا اسطى بتهزر يا اسطى بطل عبط على ايه يا اسطى نزيع ولا ما نزيعش علي يا معبي يا اسطى انا ما خسرتش انا كده انا بدحت حرف المالي يا عم ما تخش معايا يا عم انت هو يا عم بدحت حرف المالي خد يا ماما المكنه روح المكنه ناخد بعضي وماشي لا تعالى ركبها في المكنه ملناش بركة غيره فاحنا هنصرف السعي هناخده لفة بالعربية وانشاء عبدالله عفين عشان نصرفه فعلاً لسه بص عشان نصرفه هناخده لفة بالعربية ونشغله وعصام صوصة وبتاع وهنروح عليه خلصنا يلا بينا على العربية يلا يا صوصة يا صوصة بس انت غلطت يحيى تعالى معانا اركب المكنة دلوقتي بقى المعلم علي اللي اتعمل فيه مقلب موت مشغلين له مهرجانات وقاعد في التكييف تكييفي انا مش مشغل التكييف عشان الحاج عادل بس يا جدعان عشان تقسم بالله العظيم انت اخونا بقول لك ايه مش النهارده الخميس ولا الجمعه لا النهارده الجمعه يلا بقى احنا عايزين نسعى شويه علي فوق اوعى يا روبا ايمو ادي احنا الاساس على اي اساس فاهم حد يسد بجد لا اوعى يرفع ايدك انا عايد على كله النهارده
يوسف يلا اعمل زي علي اعمل زي علي اعمل زي علي انا شوي اهو ادي اهو ضيع ضيع علي يلا يوسف معايا عصافة يا جدعان.